صباح الخير عليكم اخوتي الاعزاء، صباح النور، صباح الورد، وصباح الياسمين، صباح المتابعين الزوينين. صباحوا تربحوا يا احلى متابعين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واتم الصحه والعافيه، نتمنى الناس اللي داز عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي خوتي وخواتاتي المرضيين والمرضيات لايكات ديالكم، ودبروا لي التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. الله يكبر بكم اخوتي الاعزاء، والله يعطيكم من نويتو في خاطركم. نتوما بعدا كاين كتساندوا كلمه حق وكتقولوا كلمه حق، حتى باش كتعجبوني في التعاليق ديالكم. ملي كننتقدوا شي واحد كتقولوا كلمه الحق، سعاد لا غلطات كننتقدوها، دارت مزيان كنشكروها. بزاف ديال الناس تقلقوا على سعاد، بزاف ديال الناس واخدين منا موقف. وكما كتعرفوا اخوتي، اليوم كاينه الجلسه ديال العاقه مع الام ديالها اللي كانت دايره لسعاد شكايه ديال التشهير، السابق والقادم التشهير وداك الشيء، قضيه الخبره وداك الشيء كما كنعرفوا. سعاد قيله انها بغات تنازل بنتها، واخا الام واخا البنت ما تنازلش، سعاد راه غتنازل ليها. راكم شفتوا اللايف ديالها ديال البارح، قالت انا باغا نتنازل لبنتي رغم ان البنت ما باغاش تنازل ليها وما باغاش تتصالح معاها. ما فهمتش، كتقول لك انا ما باغاش نصيفط امي للحبس وهي دايره بها شكايه. غالبا هذه الجلسه ديال اليوم غادي تاجل، لان كما كتعرفوا كاين بزاف ديال الاضرابات عند كتاب الضبط. وكذلك اخوتي، اول جلسه غالبا كتكون تاجل، اغلبيه الجلسات الاولى كيتاجلوا، واش كيعطيو مهله باش يكون واحد الصلح اولا شي حاجه، والله اعلم اخوتي الاعزاء. المهم اول جلسه كتعطل هنا غير باش تاخذوا واحد الدرس، وغنوجه واحد الرساله لسعاد انك اختي اليوم بلا ما تخرجي عاوتاني تبكي وتشكي وتقولي غناخذ حقي وصافي وانا مابقيتش باغا التنازل وانا غد لا 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 صافي. الناس فقدوا الثقه، داك الحبل ديال الثقه اللي كان بينك وبين المتابع صافي. بزاف ديال الناس مابقاش كيهمو الموضوع ديالك انت دابا، بصيفتك انت انك غتاخدي حقك، وكانوا كيترجاو فيك واحد شويه ديال الرجاء انك غتجيبي حقك من هاد العاقه. وكذلك حق المغاربه اللي تهانوا بسبب الملف ديالك وسبب هاد الخرجات ديالك، والناس اللي مرضوا بسببك، فلوسهم اللي تحطات بسببك. انا غادي نقول لك واحد الحاجه، الله يدير لك شي تاويل ديال الخير اختي سعاد. حنا ما نبغوش شكل الاذى وما نبغوش لك الحبس، قسما بالله ما نبغي لك الحبس ولا التاذي في صحتك ولا شي حاجه. الله يسهل عليك، اللي تسلكك ديريها واللي تعرفيها ديريها. حنا هذا الموضوع ديالك طلع لينا في الراس كما كنقولوا، التنازل. البنت كتقول لك انا ما غنصيفطش الام ديالي الحبس وهي دايره بها خوتي شكايه. واليوم كاينه الجلسه والبنت فرحانه وغادي تمشي وغتواجه مع الام ديالها، هذه علامه الساعه. البنت غتزيد تجلس الام ديالها وتوقفها قدام القاضي. اخوتي علامه الساعه من ولا البنت باغا تصيفط الام للحبس، الام اللي بغات تجيب غا حق بنتها. ولكن علاش كنقولوا هذا هو الدل المدلدل؟ وشكون اللي دصر هاد البنت؟ الى رجعنا للمصدر ديال هادشي كامل، شكون؟ سعاد وبوكريشه. من الاخر ما تقولوش ليا غير بوكريشه، لا لا لا، حتى سعاد عندها يد في هادشي. باش نكونوا واقعيين، سعاد باش عندها يد في هادشي؟ سعاد تحملت المسؤوليه ديال الراجل، سعاد داكشي اللي خاص يتحملو بوكريشه تحملته هي، ضحات صبرات، فشات الفشوش ديال الام كذلك، ان عندها يد في الفشوش ما رباتهمش مزيان. وواحد القضيه عاوتاني على سعاد، ساره اللي دصرتهم، ساره مدصراهم، مخلي سعاد بناتها كيتحكموا فيها. حنا كنعرفوا ان الام اللي كتحكم، دابا وين كنشوفوا لا مع سعاد ان بناتها كيتحكموا فيها، لا فاطمه الزهراء ولا البنت الكبيره، هما اللي باغيين يسيروها هما اللي كيتحكموا فيها، وكيتلي كوموند كيمشيوها كما بغاو. اش كنقول لكم، حتى هي عندها يد في هذا الشيء، لان كون بغات دير حد لهذا الشيء صافي غنلتجئ للقضاء. مديت يد الصلح المره الاولى، المره الثانيه ما كاينش النتيجه، الناس كيتعاطفوا معاك، لقيتي التعاطف، الاستاذه خدامه معاك من نيتها، كدي بلاصه واخا دايره خدمتها، ولكن كون ما كدير مجهودات حتى هي، كتنصحك، كتوجهك، كتهضر معاك وقت اللي بغيتي. هي غير باش تاخذ استشاره قانونيه كتخلص عليها مع 300 400 درهم، كاين حتى 500 درهم استشاره قانونيه، هي بالعكس فابور كتعامل معاك وكذا. ابر القضايا اللي كتخلص فيهم المحاكم اللي شغلتهم بهاد الشكايات ديالكم، كل نهار كل سيمانه عندكم جلسه، عندكم قضيه، راه الله يصوب وصافي. فهمتوا؟ وانا غادي نقول لك الشيء، الا صيفطاتك بنتك للحبس ما غاديش نتصدم، غتجيني حاجه عاديه. عرفتي علاش؟ احنا عطنا بنتك العاقه المسخوطه، العاقه المسخوطه اللي خلقت لكي تكون عاقه. انت ما بغيتيش تقبلي هذه الفكره ديال ان بنتك مسخوطه، باقا ما دخلتش لك لدماغك وباقا ما اكسبتيتيهاش، رغم ان هذا الشيء كامل داز عليك، وباقا لحد الان كتعطي واحد التلميحات اللي هي خطيره، كتقولي على ان البنت غير ضاغطين عليها. باش غيكون ضاغطين على هاد البنت؟ الا فراسك اختي سعاد شي حاجه قوليها. باش غيكونوا ضاغطين؟ باش غادي يضغطوا عليها؟ باش مثلا واش قضيه ديال المحارم
ولا قضيه زنوبه اللي ولات دابا علامه استفهام كبيره وكلشي كيهضر عليها وكلشي كيناقش وكيقول لك ان الام عارفه شي حاجه قضيه زنوبه. كاين اللي كيقول لك انها بنت العاقه، كل واحد شنو كيقول. كتقولي ان البنت راه ضاغطين عليها، وانت ماك ما ضاغطاش عليها، انت ملي ما ضاغطين عليها وانت عارفه هادشي ماك ما ضغطتيش عليها حتى تنازل لك. ملي ما ضاغطين عليها وشادينها وماشي الخطر، بنتك راه ما بقاتش قاصر، بنتك راها اصبحت زوجه وراه قريبه تولي ام، وراه عندها 19 عام دابا، راه انفو كتوصلي 18 عام، مسؤوله على جميع الخرجات ديالك ولا التصرفات ديالك، وغتحاتبي قدام القانون. ما كاينش قاصر، ولا ديك كانت شحال هذيك كنا كنلتمسوا لها اعذار كنقولوا قاصر، البنت باقا ما عارفاش باقا كتشارجا. اما دابا ما بقاش عندها كما نقولوا ما بقاش عندها اعذار، بنتك ما بقاش عندها عذر، صافي كبرات كتاجر بك كتدخل بك الفلوس، الله يسهل عليها الله يزيدها، لانك انت ما باغاش تحبسي هاد الشوهه وهاد الوسخ كما كتقولي انت، هذا وسخ. فلك انت يا سعاد عندك غيره على بلادك وغيره على نفسك وغيره على الام المغربيه وغيره على الام بصفه عامه، غادا تربي ديك البنت وغتقصح ديك الكبده ديالك. انا عارف ان هاد التنازل ما غاديش يكمل، انت غتبغي تقولي انت شوفي انت كتقولي غنتنازل كل شهر، كتقولي هاد السيناريو ديال التنازل غنتنازل ما غنتنازلوش غيتنازلوا ليا بهادي الصلح ما الصلح، وخا الصلح راه ما غاديش يكمل، لان لا تصالحوا معاك راه غيخرج بكريشه ما يلقاوش يخدموا. البنت دايره البروغرام ديالها امتى غتصالح معاك؟ واحد العامين تصلح الدار، تشري الدار ديالها، تفرشها، تفرش داك المحل ديالها، البروجي ديالها تكملو، تخدم بهاد العقوق مزيان، عاد من بعد تشوف هو تفكر واش غتصالح معاه ولا ما تصالحش معاك. اما دابا راه شاده هي الموضوع ديال الزوج ديالها، شاده الموضوع ديال زيزو كتشلط فيه وكتحط ليه في الاسرار الخانزه ديالهم، بين ما خرج ديوتي الكبير بكريشه ساعه ملي يخرج بكريشه عاد اراك الافلام. ديك الساعه انت دابا مخلينك احتياط، فهمتي مخلينك دابا انت فتوش بلاد شويه تا يسالي البزبوز ديالها وترجع تركب على البزبوز ديال العقوق عاوتاني كيما موالفه، لا هي الاسره كامله انا ما عندهاش محتوى. غتسالي من زيزو غتبدا على الام عاوتاني، وبكريشه غيخرج يخدم بك. فلهذا ملي يخرج بكريشه ويخدم بك تحملي كامل المسؤوليه ديالك سعاد. بكريشه غادي يخرج غادي يخدم بك غيتاجر بك، وحنا كنقولوا هادي وكننصحوك في الخاص وكلشي، فتحملي جميع الخرجات ديال بنتك وديال بكريشه والخرجات ديال البنت الصغيره اللي مشات عنده. انا كنقول لك البنت الصغيره ما غتجلسش معاك، فاطمه الزهراء ما غتجلسش معاك، فاطمه الزهراء غتمشي عند بوها ملي غادي يخرج، وديك الساعه عاد غتشوفي غاد غتشوفي الحرب ديال بصح، غتندمي واحد الندم شديد. دابا كننصحوك كاين كتقولي انت كيما باغاش لك الخير، كتقولي حيت ماشي نتوما يدكم في العافيه، نتوما باغا نخدموا بيا باغا نهد المشاكل، هادشي كتقولي. ولكن غادي واحد النهار غتقولي فعلا القنوات ولا الناس اللي متبعني، نقول حنا القنوات باغين يستافدوا من هادشي، المتابعين اش من ربع عندهم؟ المتابعين اللي كينصحوك الاغلبيه متابعين، راه ماشي قنوات كلهم كينصحوك. المتابعين اش من ربع عندهم؟ باغين تجربك باغين يربحو بك المتابعين، اش غيربحو اش من ربح؟ لا سعاد خذي حقك سعاد، هادي سعاد الناس اللي كيتواصلوا معانا، الناس اللي كيديروا مداخلات وكيضيعوا وقتهم على قبل هذيك الام. ولكن ملي غيشوفوكم انت دابا تنازلتي لي وخرج هو كيخدم بك وتخرج عاوتاني تلقى متضامن معايا، والله لا تضامن معاك حتى بوبي. ديك الساعه ملي يخرج بكريجه صحابي حنان ولا فدوى ولا مولات الماسك ولا انا ولا طام ولا خديجه ولا احلام ولا العيساويه ولا مجيدان ولا شهامه ولا جميع القنوات اللي معانا، واش غيعاود يدافع عليك من القدام؟ كوني اكيد حتى واحد ما غيدافع عليك حتى تنازلتي، كوني اكيد وبالاخص انت كتقولي غتنازلي حتى بكريشه يعني العاقه بكريشه. ايوا كيفاش اختي غتنازلي لواحد مع بنتك؟ راه هادي ما دخلتش لي انا راسي، كيفاش غتنازلي لبكريشه وانت كتقولي راه هو مولا بنتي؟ هادي راه ما فهمتش اخوتي، هادي شرحوا لي والله يرحم لكم الوالدين. كيفاش انت كتقولي ان راجلي هو مول الفعله وفي حين غادا نتنازل ليه؟ ولو يبرء القضاء نكمل في الشكايه ديالي، ولو خد البراءه ديالو هو في زين المحارم ناخذ حقي انا سميتو، ناخذ حقي منه. ما كاينش الصلح اللي كتقولي غنتسامح معاه، ما يمكنش. كيفاش هاد السيد غتصالحي معاه ولا غيكون هو رجوع ما يكونش بينك وبينه؟ هادي راه حاجه مفروضه، لان حرام بينك وبينه دابا الرجوع، ولو يطلقك ويعاود يتزوج بك حرام 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 حرام. اللي كيجمع الله يستر على حسب الهضره ديالك انت، اللي كيجمع البنت مع امها راه ماشي الله يستر كيتزعزع العرش ديال الرحمن، الله ينجينا وينجيكم اخوتي. تي واحد ما غيتضامن معاك، غتبقى عاوتاني حياتك كلها تبكي وما يديروا المشاريع وما يديروا الديور ويديروا الطوموبيلات ويستاهلوا ديك الساعه.
يستاهلوا يديروا اللي بغاو. عيو لي امك فيك المحاكم بسبب بنتك. هاد المشاكل كامل منين جاوك؟ بسبب بنتك. سريعه ايه سريعه دارت فيك اجرام، ولكن بنتك كثر، بنتك دارت فيك كثر ما دارت فيك السريعه. الدقه اللي كتجيك من القريب صعاب من اللي كتجيك من الغريب. السريعه كتبقى برانيه، السريعه كتبقى الضره، كتبقى الشريكه، كتبقى مرات الزوج ديالك بعيده ما عندك متى صيله. اريا كبتك، اريا البنت اللي حملتي بها 9 شهور وتوحمتي وكلتي وشربتي وخرقتي ونعستي ورضعتي، وتخرج ضربك وتحني تحني لمرات باها، وانتي كتبكي الدموع، كتبكي الدم، وبنتك محنيه على رجلين ديال الشريكه ديالك كتنقش ليها، كتحني لها وكتهلا فيها وكتقول لها ماما، وعائلتك قالت لك انتي الطوبة كتولد الكلبه كتولد، وتقول لي انا حكا بنتي ترى ماشي بنت، هذه راه نفعه، هذه راه نفعه ولدتي من كرشك، هذه راه زرموميه ولدتي من كرشك، هذه ماشي بنت بالنسبه ليا، هذه راه بحالك قطعه من الحاله المدنيه. ولكن كما قلت لكم كاين بعض النوع كما قالت السريعه كيبغي اللي يوقع ليه هكا، كاين بعض النوع اللي كيبقى مبهدل وكيبغي يبقى مبهدل مع احتراماتي لك، في الاخص الاخص مع بنتك اللي كتقولي غنسامح لها وليدات هادشي كامل، وغتهضر يهضرنا حنا كاملين وهضره للمتابعين، وهاد السلوكيه اللي كطلقي علينا من شحال هادي في الاخر تقولي التنازل. فعومي في بحرك، ولا سيطاتك بنتك الحبس فراه انت تستحقي من القدام، فهمتي شي اللي غادي نقول لك؟ قاصح حسن من كذاب، داكشي غنقوله في الخاص غادي نقوله في اليوتيوب باش الناس يعرفونا حنا خوتي راه حنا عينا تقرنا. بنتك ما مرقتش دابا اللي غادي نروح المحكمه اليوم، ما مرقت ما والو، بنتك ما حشمت مراعات اللي موقفاك اليوم وسير اختي. هاي دابا بنتك القنوات ما قادرش دير لهم شكايه، وانت دايره بك الشكايه مصيفطاك حتى الاولى قريبه اللي عارفه العنوان ديالك عارفه كل شيء، وغادا فرحان هذيك اللي مره كنت تقولي اسعد يوم في حياتي هي والسريعه، غادا فرحان قالت حنا فرحان اليوم باش موقفه من هاد المحكمه حاطه كفاله. راكم شوفي راك انتي غتهبطي، راه حطيتي كفاله باش اخبار في راسك بلا ما وضحوش شي امور. المهم ديري عقلك ماشي تطيح في الفاس في الراس وعاد ندمي وتخرجي تبكي وقالوا لي حق المتابعين قالوا لي القنوات غلطت اخوتي. ايوا راه صافي راه قالك مزيان قطره بقطره بقطره كيحمل الواد، لانه كيبقى يجمع 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 حتى كينفجر المتابعين. راه صافي راه كيصبر يصبر يصبر شويه راه يقولك الله يعاون. اديوس اميغوس، تحياتي لكم اخوتي العزاز، الى فيديو قادم ان شاء الله. الى كان شي جديد بخصوص الجلسه الى ما تاجلاتش غنجيبو لكم الجديد، تاجلات اخوتي غادي نقولو لكم. تحياتي لكم اخوتي العزاز.